إنما نحن مثل الذي استوقد نارا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا إخواني السلام الله عليكم، تحية لكل متتبعي الكرام، تحية لكل، تحية للعالم، لأن كنتواجدوا اليوم في الدار ديال ريان الله يرحمه. كنتواجدوا اليوم من بعد ما شكرا لخوتي المغاربة وشكرا للأمهات وشكرا لكل العائلات اللي عاشوا أجواء إخواني ربانية، أجواء اللي خلت العالم كيحير. ولحد الساعة إخواني من بعد الوفاة ديال ريان شاءت الأقدار، نهار بالضبط فاش مات ريان دخل ريان الغار، في نفس هذاك النهار من هاد السنة غادي الله سبحانه وتعالى غادي يعطي ابن لهاد العائلة. هي في الحقيقة واحد 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 المعجزة في حد ذاتها. النهار فاش ريان طاح في الغار، نفس النهار واحد مشى النور مع الله سبحانه وتعالى، وكنشوفوا ملك آخر أعطاه لنا الله في نفس النهار. فشكرا للمغاربة اللي تفاعلوا مع هاد العائلة، عائلة اللي قانعة بالله سبحانه وتعالى، عائلة اللي كتحس بأن عندها معجزة في الدار. بن ريان، أم ريان، والخلف ديال ريان. ريان عطى رسالة للعالم ومشى. أشمل رسالة بغي يعطي هاد الطفل، شنو غادي يشوف هاد الطفل بطول عمره؟ كنتمناو أنه يكبر ويلقى الرسالة اللي عطى أخوه أنها حسينا بها كاملنا. بان ريان من بعد أول مرة غادي نحسو بالفرحة في الدار ريان وجدة ريان. وها هي شحال تباكينا الحاجة، والله كبير. السلام عليكم. السلام خويا، جيت مع دابا انا الحمد لله حنا عائلة واحدة. دوزت معاك ايام ديال الدموع ديال تالفين في ذاك الجبل ريان. الحمد لله الاحساس ديالك، الله سبحانه وتعالى عطاك طفل في نفس النهار فاش مات ريان مسكين. والحمد لله ربي عوضنا بريان والحمد لله فرحانين. الحمد لله، الله يحفظك اخويا العزيز. دابا انت فين كتسكن دابا؟ بقيت في المغاربه كلهم بغاو يعرفوك. تطوان كوين واش دابا الدري غير ديالك ولا غير ديالنا؟ راه دابا عاوتاني ولدنا كاملنا. الدري ديالي و ها العالم. الله يحفظك، كلشي بخير الحمد لله. النهار فاش مات ريان فاش طاح في الغار، نفس النهار فاش خلق سبحان الله. ها الله يحفظكم. ريان طاح في واحد وهو تزاد جوج. ريان طاح في واحد هو نهار جوج خلق 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 الدراري. نعم الله اكبر الله اكبر. كلشي المغاربه راك عزيز عليهم وتيسولوا على الاحوال ديالك وتيسولوا على الوضعيه ديالك، ومازال هذا الموضوع غادي نناقشوا معك. دابا نساو علينا الكآبه وحنا عايشين هذه الاجواء عائله، كلشي العائله راه جالسه معنا اليوم ان شاء الله. فغادي نحاولوا نشوفوا جدام شحال شحال انا والحاجه تباكينا. اذا خوتي المغاربه تبارك الله عليكم شحال تباكينا، علاش لا تباكينا على ريان بزاف. انت كنت كذا الحاجه لاباس.
بخير لاباس الله يبارك فيك الحمد لله والحمد لله. حنا دابا فرحانين مع خوتنا المغاربه بهذا الملك اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. فرحانين ما قدنا حتى واحد. المغاربه الاحساس ديالك الحاج المغاربه ما عندي ما نقول لهم، الله يجازيهم بخير. نعم والله يفرحهم كما فرحنا انا الله. الله والله يطيهم ما تمنى، والله يخلي لهم العائله ديالهم والوالدين ديالهم واولاد ديالهم. نعم شي منقول إخواني المغاربة كنتو متبعين معنا بزاف الروح ديال الريان الطاهرة اللي مشات عند الله سبحانه وتعالى. عشنا مع هاد العائلة، عشت أنا وياهم أسبوع تقريبا في أعالي الجبال في الطقس بارد، أجواء اللي كنتمناو حتى أن من المسؤولين أن يعرفوا في المحاين ديال ساكنات المغرب العميق. عشت أنا والحاجة مسكينة، والله عطاك الصبر حتى ديك الأيام عقلتي يا الحاجة وتبارك الله عليك. الإحساس ديالك كنتي هبطتي من الجبل وعرفتي بين العالم كله بكى على ريان، كلشي بكاو عليه، كلشي بكاو عليه، كلشي ما هبط، كلشي يبكي، وحتى هذيك فاما ولا شنو يقولوا كيبكي، شفنا بعيننا يبكي، فاما بكى كيبكي، كلشي كيبكي، بالصغير بالكبير، الناس مرضى، عبار السبيطارات، شحال الناس طاحت، مشات، الجيران ديالنا نعطيت واحد، والله إلا قالوا يا المرأة طاحت اللي عبيتها في السبيطار، طاحت غابت، قالوا عبيتها في السبيطار. قال المهم الناس كلشي هذاك ودابا يجوا معايا الهضره ايبكي دابا تلقاوني اللي تلقاني يحب لي راسي ودابا فرحاني دابا الفرحه دابا تلقاتني وحده والفرحه كبيره غادي نفتشوا عليها في مكان نفتشوا عليها والله العظيم غادي نفتشوا عليها ونشوفوها هيني الله يفرحها والله يخلي لها ولادها والله المهم دعوه كبيره قلت لها بنتي هالصبر تصبرتو بالناس كامل العالم كامل كيدعم معاك باش صبرت انت هنا بهذه الدعوه ديال العالم الله هو لي اللي صبرتي الحمد لله الحق صبرت ما نقولكش زعما بنتي تقصحت بزاف انا كنا كي راه شفتي هذاك النهار وتنقول لك راه خصها شي طبيب نفساني كانت مصدومه باه 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 دابا باقي كيبكي غنجيب الهضره عليها باه غنجيب الهضره عليها كيبكي والله العظيم دابا 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 باقي كيبكي نشوف حنا كنمشينا واحد العائله راجل مزوج يا سمح في المراه ونمشى بقى عامين ما جاش من تما هو كيبكي دابا صافي داش ما شاف بسيط كيقوم يبكي يبكي هو قلبه قاصع زعما دابا هو خوتي المغاربه غادي نقول لكم واحد القضيه اللي غتعيشوها عشناها عائله عشناها مع جدات رايا الله يرحمه ومع اختي العزيزه ومع الزوج ديالها وتبع العائله اللي راه كنا جالسين في الدار اليوم ديال الملاك رايا اللي دخل لكل القلوب اليوم كنعيشوا معاهم عاد دخلت من السبيطار يلاه ارتاحت تغدينا جميع عشنا واحد الاجواء عائليه هنا في الدار ديال ريان الفرحه ولكن بيني وبينكم عندنا واحد السؤال ديال ان الام كتقول لك بغيت نسميه شنو قالت؟ شنو غتسميه هي؟ سجيد سجيد انتم المغاربه شنو غتسميوه؟ دابا ولا ولدنا كاملنا وراه في عارنا كاملنا دابا انت شنو بغيتي تسميه؟ سجيد 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 يعني غنفكر في سجيد ما عاد باقي ما مازال ما قررناش خوتي المغاربه وحنا جالسين في الدار خويا ريان وتنعيشوا هذه الاجواء الحمد لله اذا قالت سجيد الناس هادشي اللي بغيت خوتي المغاربه يعرفوا لي انا هضرت مع الحاجه الناس الاغلبيه كتقول لك علاش ما تسميوهاش ريان شرحي لهم بغيتهم يعرفوا انا قلت لك انا سميت فؤاد مثلي وسميت دبني فؤاد مثلي ما قديتيش تخفتي دابا ما نقولهمش هما ما نقدرش نقول لك شوف ناس بحال مواتنا عائله وحده شي الشعب المغربي كله شعب فيه الانسانيه والبراءه كانت هاد المراه اللي هي مين اللي جدات راه الله يرحمه عندها واحد الدري مات لك سميتو فؤاد سميتو فؤاد كتب الله انها حملت مره اخرى وهي تسمي هذاك الشيء اللي تولد فؤاد ومات حتى هو وهنا بقات فيها لا فوفيا مسكنوا الروح الله يحسن العوال الامهات قالت لك بغيت نسميه ريان ولكن ما قديتش حاول تشرحي للمغاربه بشحال عاش فؤاد ديك الساعه وشنو قصتك ثلاث اشهر تلقى ثلاث اشهر نعم ثلاث اشهر ومات واخر ما بقاش السبع ما بقاش عودنا بالسميه ثلاث شهور اللولي ثلاث شهور نفس السميه ثلاث شهور اللولي بقى ثلاث شهور ومات والثاني ما بقى ما كملش حتى شهر ما كملوش او تجوج
قلت لك مات لي بني ماشي. الاول اللولي مات لي عنده 3 شهور والثاني ماشي مني ولد بني. ولد بنك وسميتيه نفسه فؤاد. فؤاد بقى بالي ديك فؤاد عند صاحبتي هنايا في تطوان وسميتو سميتو عليه سميت ديالي مات لي سميت بني مات لي. دابا خفتو كتنوي راه لي انا الاخوان شت حتى في التعاليق حتى البارح كلشي تيقول علاش ما تسميش ريان ريان ولا واحد الاسم اللي اللي اللي, اللي دخل القلوب ديال المغاربه. اه ايوا دابا سجيد البنات شنو درنا كعائله شنو دابا اللي اتفقنا نقول خدنا المغاربه اه حذيفه المغاربه كلشي يكسب يلا انت قلتي لي حذيفه ريان ساجد باسمي جوسيه اه نكتبوا له ريان ساجد حتى هاد القضيه راه الاسماء المركبه ما عرفتش واش راه مسموحه ولا كان شي تغيير ما عرفتش ما عرفتش الناس قالوا لك عاف ريان ساجد ما كتجيش ما جاتش ما كتجيش دابا راه عائله قال سيدنا ريان من بعد ذاك المكان اللي تمحنا الله سبحانه وتعالى هو خلف لنا هاد الفرحه خلف لنا حنا فرحانين اخوتي المغاربه فرحانين اه فرحانين الحمد لله قلتي لي انت شنو ساجي باري شوفوا اخوتي المغاربه دابا حنا في هذه الاجواء العائليه دابا حنا في هذه الاجواء العائليه كاين ريان انت ريان حذيفه ريان ساجد ساجد خويا انت شكون شي تيقول ساجد انا مشيت دابا شنو هو يا مو عقول ساجد شنو نقول انا ودابا مو دابا عقول ساجد ساجد اه خاصو اقول راهي حذيفه 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 في حذيفه عندك صوت واحد دابا حتى انا ريان عندي ولا عندي صوت واحد هاي هاي دابا عشنا يلا هانتي بدلي يلا دابا الاخوان اللي عايشين هاد الاجواء دخلوا الفرحه لهاد الدار تباكيتوا معنا وبكينا كاملنا ولكن الله سبحانه وتعالى عطانا درس مع ريان وفي نفس النهار ها هو عطانا الخلف فشكر الله سبحانه وتعالى اللي عطانا درس في واحد الروح وخلفها الحمد لله بين خوتك المغاربه اختي راه كيحشوا بيا وبحال اختي عشنا اجواء ديال الدموع شنو الاحساس ديالك الله عطاك دابا شنو تقول خوتك المغاربه كنشكر كاملين حيتاش فرحانين معانا كاملين كنشكرهم بزاف نعم صافي فالحمد لله حتى المغاربه كلهم بغاو يشوفوا هاد الضحكه اليوم كنشكرهم كي داز السي ساجد نقولوا له ساجد دابا ولا بلاتي شوي نشوفوا حتى المغاربه خوتي المغاربه كلشي يكتب انت عارفه غتكلفني بالاحصائيات اج يا اختي العزيزه اج غتكلفني غير بالصوت كلنا عائله واحده اج غتكلفني تشوفي لي كومونتير ديال الناس ياك وغادي تشوفوا لي الاغلبيه ديال الاسماء دابا حنا عايشين عائله واحده يلا قولي لهم دابا تشوفي لي كومونتير المهم انا غنشوف كومونتير يوس اللي يعني الحاجه اللي جات اصوات بزاف اه غادي نسميوها وانا مستعده غادي نبدل انا انا مستعده نبدل الراي ديالي اذا كان اذا كان ساجد اكثر انا نبدل الراي ديالي اذا انت دابا هي المعارض الوحيد في الدار شنو انت سميتي شنو بغيتي تسمي ريان انت بغيتي ريان بحالي اه علاش بغيتي تسميه ريان باش نتفكروا ريان باش نتفكروا ريان الناس قال لك ما بغيناش نفكروا ديك القسوحيه وبغينا ننساو لا لا بدا خصنا نديروا ريان خاصنا راي اختي العزيزه غير في الصوت قولي لا انا مع ساجد انا يعجبني الاسم ساجد معاهم معاهم لا انا مع ساجد قولي لي ساجد مع ساجد ساجد وبيني وبينكم المتتبعين الكرام تمنيت انا نديرو ريان ولكن كل شيء وشنو درنا ساجد صافي اجيا اجيا فين 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 خويا اهتي صلي الله يتقبل لا عندنا التليفون قول خويا خالد خالد ساجد هاي 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 ناري كلشي مشى ساجد كحاز 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 شويه كحاز عندها ساجد اذا من بعد ما اختها الحت على واحد الاسم سميتو حذيفه حذيفه دابا شنو قلنا ساجد ساجد
إذا ساجد كحزنا يا الله صلاة وسلام على رسول الله إلى جينا جا سيدنا محمد الله مع جل علي إيوا لالا إيوا انتصرتي عليا ساجد ما شاء الله طول الله أش نقول لك غلبتيني الحمد لله غلبتيني باش غلبتك بيا واغلبها بيا انا حبيك انت خلعتي يا مالي القضيه انت خلعت غلبتك بيا ساجد ساجد تا هو سميه مزيونه واو ساجد ساجد اسم زوين اذا شنو قلنا دابا ساجد اذا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله غلباتك وتا المغاربه خوتي كلشي راه مازال الاربيتراج انت يا الاربيت غتشوفي لي الاسم اللي جا كثير عافاك هو اللي غادي نحطو دابا راه سجيد ولا ريان راه ولدنا كاملنا ها الحاجه ايوا دازت هنا مع ريان ودازت على العالم كامل ماشي يا قازت ياه ما يتفكر الحمد لله خويا راه عطيناهم الرقم في العنوان الا سونا شي واحد دير له بارلور نهضر معاه فهادو اللي عطيناهم العنوان راه كاين هذاك الرقم اللي حطينا في العنوان عندك دابا اختصاصا شويه عندي شي شغل شكون اختصاصا شويه ماشي مشكله خويا العزيز ماشي مشكله خويا العزيز ايوا مرحبا بعدا بالمغاربه بعدا اش يلا دابا حنا نرحبوا بخوتنا المغاربه وحنا اسيدي راه عرفتي التصويته شنو درنا ساجد في الاخر شنو بان لك مزيان مزيان تا المغاربه كاملين ونايض عليه ساجد ساجد راه انا صحابني غادي نغسل انا راه قلت غادي يقولوا لي رايان رايان ولكن بيني وبينك لا ساجد 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 رايان مشامسك الله يرحمه رايان اخواني المغاربه الله يعطيكم الستر خويا ساجد ولدنا ساجد اختي سميت سميت اختي اختي وسيمة. اختي وسيمه اخونا خالد بن ريان تيقول لكم شكرا والف شكرا يا عائله اللي راه مازال رغم ان قبل من الكاميرا كنا تنهضروا عائله وحده ونقشبوا وشنا السي ساجد الحمد لله راه بصحه جيده فتنتمنوا الدعوات ديالكم لساجد كلشي يدعي لساجد ما بغيت حتى واحد يبخل ساجد ساجد هو خلف لريان وانا والله الا حيت قال هذا بغيت نسميه ريان ساجد غير جات قاصحه انت ديك ريان زوينه حلوه اه ريان زوينه والله ريان ساجد تا هو حلو نعم تا هو حلو عاود ريان هذيك ساجد زوينه تا ساجد حلوه حلوه السميه كامله مزيانه كلشي الله مزيان الحمد لله اسمي اسلامي خوتك المغاربه كلهم تيقولوا لك مبروك والف مبروك وفرحانين بعد ما بكاو معنا ها هما فرحانين معنا شنو بغيت تقول خوتك المغاربه الله يبارك فيهم الله يجازيهم بخير الله يرحم الوالدين كنشكرهم بزاف اللي فرحوا معنا حتى حنا فرحانين الحمد لله الله يحفظك الحمد لله وفرحه هادي ريان الله يرحمه وكلشي المغاربه والعالم اليوم كيحاول باش انه يتذكر دوك الايام اللي دزنا وحنا كنبكيوها الله سبحانه وتعالى غادي يعطينا اسبوع وحنا بدا نستناو النهار ديال الاسبوع ديالو اذا دازت علينا خمس ايام ديك الساعه كلها بكاء وحزن نعم شنو دازت علينا سيمانه وحنا كنتبكاوها والله سبحانه وتعالى عاود عطانا ساجد باش نضحكوا سيمانه بغى يعوضنا هذوك الدموع بهاد الجلسه العائليه حنا والمغاربه الاخوان الرقم ديال خالد خالد تيقول لك انا قانع بداك اللي عطاني الله سبحانه وتعالى الولد ديالي هذا نعطيك دمي على ولدي نعطي كل شيء على ولدي ومستعد انه يزيد يجهد على ولده وانا براسي في الكواليس قلتها لاختي قلت لها الله سبحانه وتعالى راكي قريبه الله سبحانه وتعالى وخاص برافو عليك استمري لان باش ان يمشي ريان عام وتولدي في نفس النهار تقريبا شويه حتى هي عند ربما عندها رساله اللي تنتمنى وتكون الموعظه ريان جمع الشمل ريان بكى العالم ريان بكى الديانات ريان بكى دول ريان وقف لا 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 الكاف في سميتو في كانت الكره في لا 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 الكاميرون كاميرون داروا دقيقه صمت انا اقسم لكم بالله اتصل بيا واحد كبير في الديانه اليهوديه
وقال لي حميد لاول مره بكيتو لي بكاو اليهود نهار السبت لانهم ما تيحتفلوا اولا ما عرفش الطقوس ديالهم. اذا كانت الروح ديال ريان واحد الضوء اللي يجمع الشمل، فتنتمناو ان شاء الله حتى الخلف ان شاء الله تكون قصتو ان شاء الله زهريه كما تيقولوا خوتكم المغاربه. شنو الكلمه اللي بغيت تقول خوتك المغاربه؟ تفضل. شكرا للناس اللي تابعونا، الله يجزيهم بخير. شكرا. نعم، كقدم تحيه لسيدنا الله ينصرو، الله ينصرو، الله يعطيه الصحيحه ديالو جديده ان شاء الله، الله يجزيه بخير. وقف معنا مسكين، وقف صاحب الجلالة، وقف معهم، وقف معنا مسكين والله يود. رسالتك لصاحب الجلالة، وانت كتشوف العالم كله أنه وقف معك، ومازال كتذكر الوقفة ديال عاهي البلاد اللي تثبت للعالم بأن أب ديال ريان، وخاصة الاتصال لتصل بكم والمساهمة الملكية الشريفة اللي ساهم معكم صاحب الجلالة. شنو هي الرسالة لعاهي البلاد؟ الله ينصرو على البلاد، الله يخليه فوق راسنا، الله يعطيه الصحة ديالو جديدة إن شاء الله، ويكون يعني مستوى. طلب الله. اللهم آمين. اللهم آمين. آمين. شكرا. شكرا لصاحب الجلالة والله العلي العظيم، وبأن توصل الحمد لله الأخ، توصلتي بالمنزل اللي عهدك به، وتوصلتي نعم. بواحد قدر محترم من عند صاحب الجلالة. الأغلبية كتقول علاش حميد ما استفدش من مجموعة ديال الديور اللي الناس كانوا عهدوك بها. هضرت معاه في الكواليس، فالهيبة الملكية من العيب والعار أن شي واحد قاعد يتنافس معها. هيبة ديال بانا ديال صاحب الجلالة للإحساس ديالك، أنت حسيتي بها بأن هيبة من عند بحال الأب ديالك، يعني واحد الانسان تعاطف معك وهادي ما قدرش يطيح من القيمه ديالو، يعني كيبقى هو الاب ديك. اختاريتي تاخ الدار اللي عطاك الملك. الله يا ودي. الله يا ودي. هي اللي اختاريتي. هي اللي اختارت. فتبارك الله عليك وعلى هذه الرساله، هذه الرساله والله العلي العظيم انا حسيت بك، برافو عليك، لان الهيبه الملكيه عندها واحد القداسه، عندها واحد قلتي لي حسيتي به با، انت قلتيه دابا بلا ما تحس، قلتي حسيت به. الله يودي حسيت به با، راه تعاطف معايا بديك الساعه هذيك، راه واحد حصل لي شرف كبير. نعم. سيدنا تعاطف معايا وحسبني، الله يجازيه بخير، وكنطلب له الصحه جيده ان شاء الله. كي حسيتي ملي شديتي دار هيبه ملكيه واحد القدر شويه اللي غيعاونك في الزمان، وكتحس من عاهي البلاد، كي كان الاحساس؟ احساس ديال كم مستوى. برافو خويا العزيز، وتنتمناو الدعاء لصاحب الجلاله والله العلي العظيم ان شاء الله. امين. بالشفاء والنصر ثم النصر، الله يجعل البلاد ديالنا بلد ديال تاخي. آمين. باش انك تشوف صاحب الجلاله والاوامر ان تحيي الجبل على ريان. نعم. الله يودي هذيك الجبل راه ما يدخل لا تما، راه عرفتي طلعت عيني زعما العجب، عادي تشوفها إذا تشوفها واحدة ضرب بيا الدنيا. كيفاش حيت درتي هكذا لقيتي الجبل تحيد؟ الجبل عرفتي ما كل فوق يبان لك والو، ما كتدخل لا تما، عرفتي كتطلع راسك كذا ما كتقدرش تشوف، كمل تشوف الفوق، ما تقدرش تشوف ديك المنظرة، الدار كنبان لك عالي، وتحيد الجبل كامل. وصبروا مساكن ديك الناس وكافحوا تما، الله يعطيهم الصحة. شنو بغيت تقول لنا؟ الناس كاع اللي ساهموا، المواطنين اللي طلعوا، صلينا تما، بكينا، طلبنا الله العالم، زعما ان كانت لحظات قويه. شنو بغيت تقول لخوتك المغاربه؟ كنشكرهم بزاف، يعني كقدم واحد التحيه، يعني وقفوا معايا الله يجازيهم بخير، وربي يوقف معاهم. الله يحفظك اخويا. الله يحفظك. امين. الله يحفظك. اذا اخواني كما كنشوفوا بان الاب ديال ريان تاكد لكم بان الحمد لله وشكرا وبفضل صاحب الجلاله ان تمت النعمه بواحد المنزل واحد القدر مالي محترم، هو نظرا لهذه الهيبه وما لها من علاقه اللي جراته قال لك حسيت به با، كان لابد اختيار ديالو انه يشد الهيبه الملكيه، فيما ان مثلا قناه شوف تيفي كانت فرقت بعض الشقق فيهم تاع معلي، الا ان خونا العزيز
فضل باش يشد الهيبه الملكيه ويقول الحمد لله انا بغيت نعيش في واحد الدار اللي عطاها لي سيدنا. وحاولنا ان كما كتشوفوا ان مجموعه ديال المنازل اللي وصلت 28 دار اللي كنا مؤخرا فرقنا ناس مساكن اللي راها محتاجه. وحتى هو تيقولها تيقول لك ناس راه مازال محتاجين الناس. وحتى هو بيني وبينكم راه ماشي ان تيعيش زعما بان بيني وبينكم هذه خصنا لابد اننا نبينوها انك شنو حاول. وهذه النقطه بغيت كلشي المغاربه يتضامنوا معايا فيها من بعد ما انه رحل وحنا عايشين هذه الاجواء دابا ديال ناشطين نقولوا كلشي نقول رحل هنا للمدينه حاول هو ومرتو باش انهم بواحد القدر مالي باش يحلوا واحد الحانوت يبيعوا فيها الملوي ويبيعوا فيها الخبز ويبيعوا فيها الحرشه مادام ان اختي بنت المغرب العميق تتقن الطبخ. الا ان للاسف الشديد المصاريف قهرته ونشوفوا المصير ديال المحل ديالو اللي راه عنده هنا في تطوان. قالوا لي عندك شي محل هنا في تطوان. لا سديت سدي على سديتي ما حرش كلشي غالي كلشي الزيت غالي الطحين غالي كلشي غالي صافي سدي وقفتي دابا صافي وقفوا كاع داك المحل شحال هادي ملي وقف شريتي ماتيريال شريتي كلشي خدمتي فيه بزاف انا خدمت فيها واحد 15 يوم ولا على صافي دابا وسديتي كاع صافي سدي شنو دابا كدير في حرفتك اخويا دابا جالس قول لي دابا حنا خوت حنا دابا راه جينا عندكم الاسبوع دابا جالس ما كاين بو خدمه يعني الخدمه هنا في تطوان ميته ما كاينش الخدمه بيني وبينكم الدراري وهذه نداء نيابه على هذه العائله هنا من تطوان تنتمنى شي مقاول اولا تنتمنى واحد دوك اللي تيديروا ديال الاعراس سميتهم شي تريتور علاش ما يجيش يقول الو انا تريتور بغيت انني نحج بيني وبين الله ونهنيو هاد العائله وتعيش مسكينه حتى هي بخير وعلى خير وهزه وليدها ونشوفوا ان شاء الله واحد الاسبوع اللي غادي يدوز ديال ولدنا سميت السميه راه قاصحه عليها ساجد ونشوفوا ولدنا ساجد الحمد لله ونشوفوا الطلبه ونتقربوا الله سبحانه وتعالى ذاك النهار علاش لا لان اللي بان لي الحمد لله ان دار تجارب من دوك الفلوس اللي راه خطا ولكن مازال ما زبطت الخط اللي شاف فيديو فيك لا والله دابا احنا الاسبوع هذا من حقنا نضحكوا المدينه صعيبه اخي المدينه قاسحه المدينه بصراحه صعيبه نخدم فيها خصو يكون قاري لا ما قاري شي ما عندي ماذا صعيبه تطوان تطوان مقتوله شويه بالنسبه للخدمه هذه ما خدمه والو قاسحه ما كاينش الخدمه قليله الدار ديال الياض برا شنو درتي فيها؟ الدار خاوية ولينا عائلة كلها مازال خاوية مازال الدار تما خاوية خاوية ما كاين حتى واحد تما لا ما كاين بيني وبينك المعيشة زوينة واش وسط المدينة ولا برا؟ البوادي بحدا وبادية جاو ديالها بحدا ومدينة بحدا دابا نقول ليه هي المدينة لا غادي مازال نجي عندك اختي العزيزة نعطيك الميكرو شنو الكلمة اللي بغيت تقول لخوتك المغاربة راه كلشي تيقول لك مبروك مبروك ساجد وغلبتينيش السمية شنو بغيت تقول لخوتك المغاربة راه كلشي فرحان لك قولي لهم كنشكر بزاف كنشكر بزاف حيتاش فرحانين معانا ومتعاطفين معانا كنشكر بزاف وكنقول لهم الله يرحم الوالدين والله يسهل عليهم تا هما باش يتمنوا الله يرحمهم اختي تنفتخر بيك ونرقم عندكم غنبقاو عائله ديما هكا ان شاء الله ان شاء الله حتى يكبر ان شاء الله السي ساجد والله يجعلو ساجد يكون حتى هو رساله نشوفوا فيه ساجد الاسم على مسمى اللي كثر من السجود ودعيت انت الله سبحانه وتعالى الله يعفو علينا الله يهدي ما خلق الله سبحانه وتعالى تيعطينا بعض الرسائل باش نرجعوا للصواب ما من بينها ولدك والحمد ديالك اللي دار الله سبحانه وتعالى مرسو دار الله سبحانه وتعالى هو ريان مسكين الله يرحمه الله يرحمه ريان مسكين فتهلاي تهلاي بعدا في خويا خالد تهلاي انا خصني نتهلا فيها شكون اللي خصني نتهلا الاخر دابا راه حنا دابا في السماء دابا شكون اللي يتهلا اسكي هو اللي طلع لا عندها بعد التيمه هي طلع ها
انا نتهلا بيا هي تهلا بيا. الفيديو فينك في المدينه شكون اللي تهلا في الاخر وفي العربيه شكون تهلا في الاخر؟ فرقوا. ودابا هي خاصها في الدار يعني هي خاصها تهلا. طيب هذه وكذا. وانت هنا تهلاي في الدار. وانا عاو خاصني نجيب باش تهلا. راه نقول له جيب لنا شوف مع شوف مع الزيت مع الكذا. عمر الكوزين. عمر الكوزينه. كما قلت انت انا ما وصل الراس الدرج ويتسالى الزيت. طروازيا بيت. طروازيا. اخواني نستمروا في هذا الجو العائلي غادي نشوفوا جداش بغات تقول الحاج الا كتقولي لي شي حاجه انا نتهمولي ما كنت بعيد عليا انا داران الحاج شكون اللي خصو يتهلا في الاخر؟ شكون اللي خصو يتهلا؟ هذا يتهلا في هذا باقيين كيف كيما شي واحد شارف وواحد صغير باش يتهلا واحد اخر هذا يتهلا في هذا باقيين كيف كيف صغار كيف كيف هاو يتهلاو بعضهم نهار يلاه جا باش يجوج جا جا درويج خطباج عقل على ذاك الدار عقل بقد درويج بحال ديك الساعه باقي كيف او باقي درويج مازال درويج واي عنده الصح انا ما نقول لي شي شفتك انت باقي درويج شفيك لا باقي درويج قلت المغاربه حنا عايشين في هذه الاجواء العائليه اللي حاولت باش انني نعيشها معكم مع خويا الاب خالد والاخت الام ديال ريان وسيمه اسم على مسمى والحاجه زهره لا الزهره الله يكبر بك هي النور ديال هذا الله يكبر بك بارك الله فيك انا لما شبيت خالد لمن عزيك عندك سهل درك ميكا باقي صحيح والله الا غاو لمن شب خوه خوه تنشب هذا الشيء خوه انا شبيته ما هو ما عدلو انا شبيته غير الخوه واش تنشب بلا تنشب الخوه ولا لا لا هي عارفه بزاف تا هي شافته بزاف انا الجار ديالي والراجل صاحبتي عندي عزيز عليا دابا انت شبيتي قليل الله يحفظك والله العظيم اذا اخواني الكرام ما بقى لنا الا ان نخليو هذه العائله باش انها تنوض وتجهز العشاء سيدي كينو تنوض تسد لنا في صحتك مزيانه شنو الرساله بغيت تقولي للناس ديال المستشفى اللي ولتي عندهم الناس ديال السبيطار كنشكر بزاف وقفوا معايا وعاونوني كنشكر بزاف الله يرحمنا من والدي شكرا اختي العزيزه خويا العزيز الناس ديال الدوار ديالك وكل المتتبعين الكرام شنو بغيت تقول لهم الناس الدوار كنقول لهم توحشتكم بزاف كاز عندي شويه شنو بغيت تقول للناس ديال الدوار قول لي يلاه حيد السميه قول لي الناس ديال الدوار شنو بغيت تقول لهم توحشتهم بزاف وكنسلم عليهم بزاف من المنبر نعم انت كنسلم عليهم بزاف اش تقول لنا ديال الدوار قلت لي خويتي ما بقيتش تجي ديك 6 شهور هذه ما شافوش مشهر 9 مشهر 9 مشهر 10 11 12 1 هي هذيك الناس قول لي الناس ديال الدوار اش تقول لهم راه حتى توحشتهم بغيتك تمشي باش نمشي تما كنبلغ المسلمين ما خلاونيش ندوز الله كنسلم عليهم بزاف الله يجزيك توحشتهم بزاف توحشت البلاد وكنسلم على الناس كاملين المنطقه كامله ماشي غير الدوار كلشي الناس اللي تجباله كامل شنو بتقول كل واحد شارك في ساهم في محاوله انقاذ راه الله يرحمه الناس اللي كانوا ديك النهار شنو بتقول لهم الله يجزيهم بخير الله يجزيهم بخير وتعاطفوا معنا الله يعطيهم ما تمنوا هذا ما نشوف اختي العزيزه اش غتقول لي يلا اختي العزيزه اش بنت تقولي دابا هو ولا الصحابي دابا شنو كي دار انت اختي العزيزه شنو بنت تقول لخوتك المغاربه عما تيشوفوا فيك شنو بنت تقول لخوتك المغاربه كنشكر بزاف حيتاش تعذبوا معنا ووقفوا معنا وسهروا معنا ديك الايام بزاف الله يرحم الوالدين الله يوقف معاهم حجه عزيزه عليا انت الحجه بزاف من انا شبيتي الجار ديالي كنت انا مشيت شبيتي الجار ديالي واش دابا الجار ولا الخو دابا شدي معنا جاري هذاك جاري خالد شتا كل مره كتشبهني الواحد لا ودي هو هذاك اللي قلت لك اخوك نيت جارها وحنا الجيران انا قلت شحال هذه شحال عنده كان تيجي هو تصدق تجوج دابا هو على لا ما يزوجش لبنتي ليلان قبل ما جا عندي ما يطلع جا لعند خاه هو كثر من هذاك قال له ودي قال لي يا زهرة دخلت فينا زعما بنتي زوجتها قال لي دخلت فينا قلت له اي دخلت
شرطي عليه هذا الجار ديالي واش شرطي عليه ولا يسلك لا ما شي ما شرفتش عليه قلت له اي صح هو غايضحك وما فهمش شدوش مسكين بالضحك اش قلت لك انا شبيت لي سبحان الله دار إخواني بعد البكاء والحسرة والأحزان اللي عشنا مع هذه العائلة فالحمد لله أن احنا كنعيشوا أجواء عائلية وحتنتوا ما شكرا للباقة ديالكم والتعاليق ديالكم والدعاء للأختي وللمولود الجديد ساجد فرسميا ربما نعلن على الاسم ساجد ها شات صلاة السلام على رسول الله إلى جيل جسدنا محمد الله أوجه علي يلا الحجة أنا وياك نديرها بجوج إذن إخواني وتنتمناو البارتاج رسميا فالحالة المادية الحمد لله للأبريان هي حالة عادية هو لا زال زعما كنتمناو الرقم ديالو راه حطيته في العنوان حاولوا نتواصلوا معه حاولوا أننا ندعموه ما بغيناش نشوفوك مكرفص وحق الله ما بغيتش نشوفك اختي مكرفصة بغيت فين ما جيت نجي عندكم وبحيلة جاي عند خوتي وندخل للدار فنتمنى ان شاء الله نديروا يد في يد ونعاونوا خونا هو وحق الله العائلة عظيم ونحن نتكلم في الكواليس تيقولك حميد إيه انا راني مزير راه مازال تنتعطى مع تمرة ولكن راه ما غاديش يعذروني الناس يسحبوا انني شديت الملايين ودرت لاباس وتنحاول انني نسترزق بوجلدي قال لك حاشا ولدي نقدر نعطيه اللي بقى في حياتي فحتى احنا قلنا له عبر قناة الشعب عبر قناة شوف تيفي غادي ندير واحد الصرخة فشكرا وألف شكر للتفهم حتى هو ديالو والقلب ديالو اللي فيه النوع ديال المواطنة ديال هاد البلاد اللي قال لك رغم أن مجموعة ديال الشركات أو مجموعة المحسنين تصلوا بيا وقالوا لي أجي نوجدوا باش نعطيوك الدار ولكن الدار اللي أعطاني صاحب الجلالة كانت في قلبي وكأنها قصر في الدنيا فالله يجعلها قصر في الآخرة إن شاء الله وصدق لصاحب الجلالة في الميزان المقبول ويشافيه ويعافيه وإن شاء الله واللهم انصر صاحب الجلالة واجعل بلدنا بلد آمنا نشوفوا الجدة ديالو الرسالة ديال ريان الرسالة بغيت تقول صاحب الجلالة بعد المبادرة اللي جعلتك انت أخويا باش أنك تقنع وتقول الدار اللي اختاريت وسط هاد الديور كاع اللي عطى العالم الدار اللي عطاني سيدنا شنو بغيتي تقولي لسيدنا الله ينصرو على هاد المبادره يدار مع بنيته فهمتي كان شكر الله الله يشافيه والله ماشي يشافيه الله يشافيه الله ينصرو والله يخلي له وليداتو شي ما نقول اللهم امين اذا غادي نقراو سوره الفاتحه وغادي نبدا هكا غادي نحاولوا اننا باش نوقف وقفين نقراو القران حنا وخوتنا المغاربه وهي سوره الفاتحه وباش اننا نخليو هاد الناس حتى هما يوجدوا ان شاء الله لا مازال الضياف غادي يكونوا فبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. الله يجعل ذرية صالحة. الله يجعل ذرية صالحة. الله يخلف لك ما ضاع أختي ريان. أعطى واحد الرسالة للعالم فتنتمناو أن نستوعبوا ديك الرسالة اللي أعطى ريان للعالم. شكرا للإنسانية ديالكم وألف شكر وشكرا لهاد العائلة اللي حلت لنا الباب ديالها. ما نشوف الزميل ربما شنو تيقول على الصوت. فشكرا إخواني وتنتمناو إن شاء الله دور يا صالحة ومن هذا المنبر كما قال الزميل وراء الستار وناشد السيد والي جهة تطوان وناشد السيد العمل ديال تطوان نيابة على هاد العائلة إيجاد واحد العمل قار لخويا خالد باش أنه يبقى قريب لريان. وعرفنا بأن الغلاء ديال الأسعار وأنه ابن المغرب العميق شاءت الأقدار أنه باش يسكن هنا ولكن للأسف الشديد بعد تجربة اللي بغى يدير تجارية ديال محل تجاري إلا أنه بقى بالفشل. بس ديتي المحل أخويا تنتمناو إن شاء الله أن تكون أدن ساغية علاش ما نشوفوش عنده واحد العمل قار كاين اللي كارت ديال الإنعاش الوطني اللي كنشوفوهم ماشي هادي وقتها باش أنا نناقش هذا الموضوع هذا علاش ما نسمعوش بأن ناس اللي صاحب الجلالة الأب ديال هاد البلاد اللي قال لك اعتبرته باب بكل عفوية أنه بادر إخواني باش أنه يحيي جبل على من على ولد المغرب العميق ملك ديالنا حيي جبل باش أنه ينقض ابن المغرب العميق ماشي ولد وزير أو ولد خادم دولة أو ولد شي برلماني ولد خالد ولد هاد المرأة ولد بنت هاد المرأة. فشكرا لإنسانيتك يا صاحب الجلالة وهذه رسالة إلى كل خد الدولة أننا من العيب والعار نشوفه صاحب الجلالة أنه دار مبادرة على ريان. واحد النهار أنني جيت ويقول لي يا حميد راني ما خدامش لأن درت تجربة وفشلت فيها وما بغيناش أننا نشوفوك الحالة ديالكم مادية تكون متدهورة. فالحمد لله راكم دخلتوا للقلوب المغاربة وتبارك الله عليكم والله يطول في عمره. قول لهم بسلامة يلا قول لهم بسلامة أخوتك المغاربة بسلامة. إذن كان معكم أخوكم حميد العقاوي وهذه المرة من الدار ديال ريان ولكن ماشي في الجبل في المدينة ولكن غادي نجي عندكم ضيف. فوقاش أطلع للجبل نجي عندكم تقولها له منيش فوقاش في الجبل موعدنا شهر 6 ولا 7 في الدار ديال الجبل إن شاء الله. صافي قلبي عيط تما. شكون قلبي عيط في الجبل؟ غادي عيط في الجبل عيط كبير. شكون أنت تما؟ لا انا ما بقيتش ندور للجبل. صافي بدل المدينه. لا انا بدل المدينه في قمر النسخه ديال هذيك اللي جاوني في النور نقيت تما ما بقي حتى واحد تما كلشي جا كلشي جا هبطوا. ما كتشوفيش بيان الناس بلاو تيهبطوا من الجبل بزاف وخاص اللي يقد الجبل خلا دابا باقي واحد والو ما بقيتش الناس كاملين دابا الديور تيخواوتي الناس كاملين هبطوا كلشي زادوا على طنجة خدموا على راسهم باقي في الجبل ما باقي ما يقو فيه. تنتمناو الدعم كاينه واحد ربما مذكره ملكيه راميه الى دعم ابناء الفلاحه باش يتشبتوا بالارض راه عيب وعار ديال اننا نشوفوا كتقول بكل عفويه بان الناس تجبل كلشي صافي ما بقى ما يدار تما ولا يهبطوا مساكن. وهذه الهجره هي اللي كتعطينا ما آلت به الاوضاع هنايا في المدينه وخاصه هذا العدد الهائل ديال العائلات اللي ولينا كنشوفوا الديور تيتسدوا في الجبل. يعني واحده منا مسدوده سدت سمح بقى ما يدار تما. بقى ما يدار تما كلشي جا بحال ما بغيت واحد كيبقى هذه تما لا مجات صافي حتى هي هبطات. ها لا ما هبطات لا بقيت واحد تما. كل تضامن مع ساكنات الجبل وخاصة مع التزامن ديال الثلوج واللي كتعرفها والبرد والصقع اللي كتعرفها بعض المناطق الجبلية. فنتمنوا كل الدعم وهذه رسالة إلى كل المسؤولين وخدام الدولة وخاصة أمام هذا الصقع اللي كتعرفوا الساكنة إلى درجة أنك تقول لك كل شيء تيقرب باش يدخل فأين الخلل. كان معكم أخوكم حميد العقاوي في واحد الجو ناشط بخير وغنمشي نشربوا قهوة دابا حنا غنوضوا دابا أنا وخويا نمشي نشربوا قهوة.